في تلك الأثناء كان الفريق برئاسة خبير المعلوماتية العصبية توبياس ديلبروك يركز على مهارات الروبوت التي يفتقر البشر إليها، كالقدرة على حفظ توازن قلم رصاص على الإصبع. لدى تحرك القلم ترسل عين صناعية إلى حافته نبضات أسرع من الكاميرا العادية، فيستجيب الروبوت إن بدأ القلم بالميلان، وبمحركاته يحرك منصة صغيرة لإبقاء القلم متوازنا. هذه هي العين، وخلف العين هناك رقاقة صغيرة من الأنسجة تقوم بعمليات مذهلة. يتم ما يعادل صفا من الحواسيب في كل عين، وهي الحسابات التي تتم هناك قبل أن تصل إلى الدماغ، وهي لا ترسل للدماغ تسلسل صور الملتقطة لفيلم كالكاميرا التي تصورني الآن. فالشبكية في الخلف هنا تقوم بمجموعات حاسوبية فائقة السرعة لقاء كمية قليلة من الطاقة، وهي تقوم بذلك في ضوء القمر أو الشمس، وذلك بطريقة لا يمكن إدراكها من الناحية الكهربائية، لكنها مذهلة. إلا أننا لا نستطيع صنع رقائق السيليكون التي يمكنها التقاط بعض من عملها، وهذا ما فعلناه هنا في شبكية السيليكون هذا. إنها تبدو ككاميرا إنترنت قليلة الوضوح، لكنها ترصد الحركة فقط. الميزة الكبرى لهذا النوع من المخرجات بالنسبة لمجس كهذا أن الحاسوب أو الشيء الذي سيعمل فيما بعد على معالجة المعلومات غير ملزم بمعالجة شيء سوى الحركات. عين الإنسان مصممة أيضاً لرؤية الحركات بأولوية كبرى. الأمر يتعلق بمحاولة صنع أنظمة سيليكون تشبه الدماغ من الناحية الفيزيائية وتحاكي عملية الحسابات في الدماغ، لأنها مختلفة عن الحواسيب التي تم تطويرها خلال 50 عاماً الماضية باستخدام نوع أساسي من بناء البرامج المنطقية المتزامنة. إن نظرنا إلى الدماغ بطريقة بنائه سنجد أنه مختلف تماماً، فهو ليس متزامناً، إنه يعمل بحسب الطلب، وهو يستخدم هذا المزيج من العمليات التناظرية والرقمية التي لا نفهمها تماما. إنه يتعلم باستمرار ويؤقلم نفسه ويعيد بناء نفسه، ولا أحد يعرف كيفية كتابة برنامج لدماغ. يتم التحكم بإيكه، أي الروبوت الذي يشبه الإنسان، بواسطة برنامج. إنه يتجول من معهد إلى معهد وعلى أجزاء غالبا، لأن العديد من العلماء يعملون على نظام التحكم والوظائف الأخرى فيه. هناك العديد من الأسئلة المنفصلة التي تدرس حاليا بمساعدة نموذج إيكي، لكن هل سيمكن ذلك العلماء من الوصول إلى فهم أفضل للدماغ البشري؟ البروفيسور بايفر متفائل، لأنه يرى أن دراسة الدماغ بحد ذاته بدون الجسم تكاد لا تعد بأمل بسيط في التوصل إلى اكتشافات جديدة. يجب أن يكون الدماغ في جسم كائن حي. إن أردت فهم الدماغ فيمكنني بالطبع أن ألقي نظرة عليه وأرى ما الذي يجري في داخله، لكنني لازلت أجهل أهمية الدوائر العصبية المختلفة بالنسبة لسلوك الكائن الحي. إن أردت أن أعرف ذلك فعلي أن أفهم كيف يكون الدماغ في كائن فيزيائي، وعلي أن أعرف أيضا كيف يتفاعل النظام مع بيئته. هذه الاعتبارات هي الدافع لصنع روبوتات تشبه البشر. في الوقت الحاضر هذه العينة هي أكثر النسخ الصناعية التي تم صنعها شبها بالجسم البشري. يمكن للساقين أن تقفا بمفردهما، لكن برغم التعقيد لا تزال الطريق طويلة جدا قبل التمكن من محاكاة الذكاء البشري أو أي شكل حيوي آخر للذكاء. أحدث الحواسيب تطورا الآن تملك طاقة حسابية ضمن نطاق الدماغ البشري. هناك كمية كبيرة من المصادر الحاسوبية المنتشرة فوق كوكبنا، وأعتقد أن من الصحيح القول إننا لم نرى فكرة أصلية تظهر من كل ما قد نعرفه كهدية تقدمها التكنولوجيا للبشر، والتي لم يتم التفكير فيها. وفي هذه الحالة لا يزال الذكاء الخلاق غائبا بشكل كبير في الأنظمة الصناعية، ولا أريد أن أبدو مثبطا للعزائم هنا، لأنني أمضيت حياتي في الاهتمام بهذه المشكلة، لكن السؤال الكبير هو لماذا الأمر كذلك؟ برغم كل التقدم الجزئي الذي تم إحرازه،
لم نقترب بعد من إدراك رؤية لروبوتات ذات ذكاء يشبه ذكاء البشر، وحتى في الوقت الحاضر قدرات الروبوتات مكملة فقط لقدرات البشر، ولا يزال الذكاء الصناعي يتفوق قليلا فقط على القدرة الحاسوبية القصوى أو ظاهرة فيزيائية.